بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يبتلي الله جل وعلا الإنسان بكثير من البلايا والمصائب، واللبيب العاقل الذي يعرف أن عقيدة المسلم الصبر والاحتساب. صبرك الله يا دكتور حازم، ورزقك الله جل وعلا الجلد والتحمل واليقين، ونمى في قلبك حبه والانتماء إليه، وإدراك أن هذه الأمانات التي نستودعها في الدنيا عما قريب ترحل إلى الله سبحانه وتعالى. يفقد الإنسان ولدا، أخرج المنذري والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: إذا قبض الله جل وعلا عبد ولد أو ولد عبد قال لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول لهم: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم يا رب. فيقول: ما صنع عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، حمدك واسترجع. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله جل وعلا: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا لمن يصبر على البلاء، هذا لمن يصبر على المصيبة التي تنزل به، هذا لمن يتجلد ويتحمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أذكر نفسي يا دكتور حازم وأذكرك بشأن الحبيب الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. تمنى الولد 83 سنة فحرم من الولد، حتى إذا ما رزق بإسماعيل وشب إسماعيل وكبر وبدأ يمضي مع إبراهيم في السعي، كان ابتلاء الله جل وعلا شديدا على نبي الله إبراهيم. فقد أوحى الله إليه وأمره في رؤيا رآها في منامه أن يذبح ولده. ومن يصبر أن يذبح فلذة كبده؟ من يصبر أن يضحي بولده؟ من يتحمل هذا؟ لكن حب إبراهيم لربه كان أعظم من حبه لولده، فمضى وأخذ ولده معه يسوقه إلى حيث يشاء الله جل وعلا، يمسك السكين يخفيها، وجعل يقول: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا لجلد قلب إسماعيل، يا لثبات فؤاد إبراهيم، يا لروعة الصبر عندهم. أرأيت يا دكتور حازم كيف يكون العبودية لله جل وعلا؟ لعل الله أراد هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة التي يحب الله من عبده العمل الصالح، لعل الله أراد أن يستخرج من قلبك أعظم ما تملك، لعل الله أراد أن يستخرج من قلبك الطاعات والمحبة والعبودية والانكسار والذل والإخبات بين يدي الله جل وعلا. لعل الله فضلك علينا وجعلك تبتلى بهذا الابتلاء لترى قدر محبة الله سبحانه وتعالى لك. يا شيخ محمد، أنت صديقي وأخي، يحبني الله؟ نعم دكتور حازم، يحبك الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. فالذي يرضى بقضاء الله جل وعلا وقدره يرضيه الله سبحانه وتعالى، يرضيك في زوجك، ويرضيك في بناتك، ويرضيك في عملك، ويرضيك في دعوتك، ويرضيك في تجارتك، ويرضيك في جوارك وأهلك وخلانك. يرضيك ربك سبحانه وتعالى، يرضيك جل وعلا، وهو جل وعلا أدرى وأعلم بالحال التي نحن فيها، وهو جل وعلا أدرى وأعلم بالحال التي نحس فيها بالوجع، والحال التي نحس فيها بالألم، والحال التي نحس فيها أننا محتاجون أشد ما نكون إلى عفو ربنا سبحانه وتعالى وكرمه، وإلى جوده وعطائه سبحانه وتعالى. قال
بعض أهل العلم في كتاب برد الأكباد في فقد الأولاد قال: وإن الله جل وعلا ليقدر المصيبة على العبد في أحب شيء إلى فؤاده، في أحب شيء يملكه في قلبه، والله سبحانه وتعالى إنما يعلم ذلك، إنما يصنع ذلك ليدرك العبد أن قلبه يجب أن يتفرغ لخالقه، ليس لأحد من أولاده ولا ذريته ولا زوجه، إنما يتفرغ هذا القلب لله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات له ما من مسلمين يموتان لهما ثلاثة من الولد إلا أدخلهما الجنة. ثلاثة من الأولاد، قالوا: واثنين يا رسول الله؟ قال: واثنين. قالوا: وواحد؟ فالتفت صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة. السقط يجر أبويه إلى الجنة، السقط الذي نزل من الأم سقطا لم يكتمل، لم يخرج ولدا، لم يتم 9 أشهر، فكيف بالولد الذي خرج إلى الدنيا وكبر وعلماه وربياه واهتم به وأشرف عليه وبلغ السعي مع والده، فأراد الله جل وعلا أن يقبض هذا الولد ابتلاء واختبارا. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فما أعظم محبة الله سبحانه وتعالى. هنيئا لك دكتور حازم، هنيئا لك حب الله لك، وهنيئا لك صدقك وابتلاؤك واختبارك. وإن الله سبحانه وتعالى ليصيب من عبده من الدنيا علامة محبة له. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله إذا أحب عبدا أصاب منه، أصاب منه، يصيب منه في ولده، يصيب منه في زوجه، يصيب منه في تجارته، يصيب منه في نفسه. الله جل وعلا يختبر العباد ويصيب منهم حتى ترتفع منزلتهم ودرجاتهم عند الله سبحانه وتعالى. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد، وإذا أتتك مصيبة فاصبر لها واذكر مصابك بالنبي محمد. ما فقدت الأمة فاقدا ولا عزيزا ولا إنسانا عظيما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنه لتمر بنا الأوجاع والمصائب والآلام فنتذكر فقداننا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وندرك أننا ما عشنا في زمنه، ونتمنى أننا لو كنا معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنصبر ونتحمل ونتجلد ونقول: ما الذي نفقده أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالذي نفقده لا شيء أمام فقدان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي وحبيبي الدكتور حازم، فقدت بنتا لي بعدما ولدت قبل 8 سنوات، كنت أحملها وأمسكها بين ذراعي وأنظر إليها وأتأملها، لم يرد الله جل وعلا لها أن تعيش. وحينها تذكرت موقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رفع إليه ولده إبراهيم، رفع إليه ولده إبراهيم ابن ماريا القبطية، فأمسكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الراوي: ونفسه تقعقع، يعني الروح تخرج والصدر يعلو له زفرات. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قبله ودمعت عينه، فقال رجل من الصحابة: قالوا هو سعد أو معاذ، ما هذا يا رسول الله؟ ما هذه الدموع؟ فقال: تلك رحمة، تلك رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فقدك يا إبراهيم لمحزونون. نعم، إنا على فقدك يا خالد حازم شومان لمحزونون، إنا على فقد أولادنا لمحزونون، لكننا لا نقول إلا ما يرضي ربنا. هذه الدنيا إنما نمر فيها مرور الكرام، ثم نرحل إلى ربنا سبحانه وتعالى، وهناك ينتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك نرى أطفالنا الصغار وأولادنا في كفالة سيد الأنبياء وأبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلذلك نعزي أنفسنا ونعزي أهلينا ونعزي من فقد ولدا ممن نحبه من الناس جميعا، نعزيهم أن نقول لهم:
إن أبناءكم إذا رحلوا قبل البلوغ رحلوا صغارا فإنهم يرحلون إلى جوار نبي الله إبراهيم، يكونون في كفالته، يكونون في جواره صلى الله على النبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم. بل ذكر بعض أهل العلم وجاء في بعض الروايات أنهم يحومون في الجنة كالطير، يسبحون في الجنة كالطير كأنهم عصافير. ومن هذا جاءت الكلمة المشهورة عند عوام الناس، إذا مات طفل يقولون عصفور من عصافير الجنة رحل إلى الله. فنقول يا دكتور حازم اصبر واحتسب، واعلم أن هذا الابتلاء من الله سبحانه وتعالى لك، إنما هو ليرفع منزلتك ويعلي من درجاتك، ولتعرف قدر نفسك عند ربك سبحانه وتعالى، لتعرف أن الله جل وعلا يحبك، وأن الله يصطفيك، وأن الله يختبرك، وأن الله جل وعلا يريك عبودية القهر، ويريدك أن تخرج من قلبك الألوهية الحقيقة التي الألوهية لله الحقيقية التي تذل بها لله جل وعلا وتنكسر بها بين يدي الله جل وعلا. وماذا بعد الانكسار يا شيخ حازم؟ وماذا بعد الذل لله إلا العز والرفعة والسؤدد والمجد، وتفرح أنك تعرف أن ولدك سبقك إلى الجنة، قطعة منك، قطعة من جسمك، من دمك ولحمك، قطعة منك ومن أمي تسبقكم إلى الجنة، تسبقكم إلى جوار نبي الله إبراهيم، تسبقكم إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما أعظم كرم الله علينا، وما أعظم جوده سبحانه وتعالى. وإذا استشعر أحدنا هذه المعاني هانت عليه كل المصائب، هانت عليه كل البلايا. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا فرحتك يا دكتور حازم من الصادقين والمتقين، هذه بشارة الله لك، هذه بشارة الله لك، افرح. أنا عارف أنه قد لا تجد الوقت أن تسمع كلماتي، وإحنا الآن في الجنازة أو متجهين إلى المقابر قد لا نستطيع أن نتكلم وأن نواسي بعضنا وأن نصبر بعضنا، لكن لعلك تسمع كلماتي بعد ذلك، بعد مرور يوم أو يومين، لعلك تدرك كم كان ربك بك رحيما، وكم كان ربك لك محبا أن يصطفيك ويختبرك ويختارك لتمر بذلك الابتلاء وتمر بذلك الاختبار، وتحس بفقد الولد كما أحس به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يفقد ولده إبراهيم. وإنما تأتي البلايا والمصائب للعظماء، وإنما تصيب البلايا والمصائب من يحبهم رب الأرض والسماء، وإنما تتنزل البلايا والمصائب على المؤمنين ليخرجوا عبادة الصبر فينالهم أعظم الأجور من ربهم سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابرون يوفون أجورهم بغير حساب، بغير حساب. لا يوجد عداد يحسب يا دكتور حازم، لا يوجد عداد حسنات يحسب لك، لك أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. لذلك تجلد، اصبر وتحمل، واعلم أن هذا المصاب الذي أصابك لا بد أنه سيكون لك به جزاء عظيم في الآخرة عند الله. الفرق بيننا يا شباب ويا بنات وبين كثير من الناس الذين لا يحققون معاني العبودية في قلوبهم أننا نتأمل كلام رسول الله ونصبر أنفسنا به، نتأمل موعود الله لنا ونصبر أنفسنا به، نتأمل ماذا يعد الله جل وعلا، ماذا ينتظرنا لنا في الآخرة فنصبر أنفسنا به. أما الذي لا يلتفت إلى كلام الله ولا إلى كلام رسوله يظل يبكي ويصرخ ويقطع ملابسه ويضع التراب على رأسه، وتنهار الأم وينهار الأب وتنهار العائلة والأسرة، وهؤلاء جميعا لم يلتفتوا إلى كلام الله ولا إلى كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذين لو وقفوا على هذه الآيات وتلك النصوص وعلموا أن الجزاء العظيم ينتظرهم عند الله في الآخرة لهان عليهم فقد كل شيء في الدنيا، يهون عليهم فقد الأبناء وفقد الأولاد وفقد التجارة وفقد المال وفقد كل شيء يهون عليهم. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يصب منه. هنيئا لكم يا عائلة شومان،
هنيئا لكم هذا الجلد، وهنيئا لكم هذا الصبر، وهنيئا لكم هذا الاحتساب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يضاعف لك يا دكتور حازم ولأم خالد الأجر والمثوبة، وأن يربط على قلوبكم، وأن يرزقكم الصبر والسلوان، وأن يجعلكم جميعا وأولادكم وذرياتكم وأهلينا وأولادنا وذرياتنا وأبناءنا وآباءنا وأمهاتنا رفقاء لسيد الأولين والآخرين في الجنة. اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا الصبر، اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا كيف نتجلد عند البلاء، اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أراح قلوبنا وطمأن نفوسنا وبشرنا بعاقبة الصبر الجميلة، وأخبرنا أن من فقد الولد فصبر واحتسب واسترجع فليس له جزاء إلا الجنة. اللهم إنا نسألك جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم ارحم عبدك خالد حازم شومان، اللهم ثبت الدكتور حازم شومان، اللهم إنه يا رب في ابتلاء عظيم وفي مصيبة جليلة، وأنت أرحم به منا يا حي يا قيوم. اللهم فاربط على قلب الدكتور حازم وعلى قلب زوجه وأولاده، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه مشاعر جاشت في صدري وأنا في الطريق الآن إلى الجنازة وإلى حضورها، أحببت أن أذكر بها أخي الدكتور حازم، وأذكر بها نفسي، وأذكر بها الشباب والفتيات وإخواني وأخواتي، لعل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الأجر والمثوبة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.